يا أخي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد وأصدقه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم القرار والدين. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مدتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. تحدثنا في الخطبة الماضية عن موت الفجأة، عن موت الفجأة وأنه أمارة من أمارات الساعة، كثرة موت الفجأة. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عن لحظة عصيبة جدا وفترة عجيبة تمر على الإنسان، كل واحد منا يمر عليها، وبعد هذه اللحظة إما سرور دائم أو حسرة وندامة.
حديثنا عن لحظة خروج الروح، عن لحظة خروج الروح، كيف تخرج وأين تذهب وماذا يحدث معها هذه الروح الذي لا يعلم حقيقتها إلا علام الغيوب. وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم في سورة الإسراء، يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. علم الله تبارك وتعالى لا يحد حد، ليس له بداية ولا نهاية، علم غير محدود. هذه الروح لا نعلم حقيقتها، كيف هي؟ هل هي تلمس؟ هل تحمل؟ كيف هي؟ لا نعلم حقيقتها، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى. لحظة، هذه اللحظة، لحظة خروج الروح من جسد الإنسان، شيبت رؤوس الصالحين، لأنهم تعلموا ويعرفون شدة تلك اللحظة. أما الجاهل فهو غافل عن هذه اللحظة ولا يعلم شدتها. الجاهل لا يعلم، يظن أنه يأتي الموت يموت وانتهى الأمر. أما العلماء والصالحين يعلمون تلك اللحظة، وشيبت رؤوسهم تلك اللحظة. هذه اللحظة، تلك اللحظة تنكشف فيها الأقنعة المزيفة والوجوه الكالحة، اللحظة التي تفارق فيه الروح الجسد فتنفصل عنه مودعة، إما بفرح عال أو بحزن دائم، إما حياة برزخية مشرقة، لأن بعد الحياة الدنيا هناك حياة أخرى تسمى الحياة البرزخية، حياة البرزخ. وهذه الحياة أيضا لا يعلمها أحد كيف هي إلا الله تبارك وتعالى. وكما ذكر ابن القيم أن تلك الحياة تسري على الأرواح، حياة الدنيا تسري على الأبدان والأرواح، أما البرزخ فتسري على الأبدان أيضا والروح فتسري على الأبدان وهي تبعة للروح، لأن الأصل هي الروح في الحياة البرزخية، والبدن قد يبلى وينتهي، فتبقى الروح تعيش تلك الحياة ولا نعلمها كيف هي. إما حياة برزخية مشرقة أو بداية في نار محرقة. ماذا يحدث ساعة الاحتضار؟ الجواب نجده في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام، رواه الصحابي ابن عازب، البراء ابن عازب رضوان الله عليه، قال خرجنا مع رسول مع النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة من الأنصار، فانتهينا إلى القبر أو إلى قبر، ولما يلحد بعد، أي لما يدفن، لم يدفن بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. لاحظ، نحن أكثر من شخص هنا لا يتحرك أحد، وكان الصحابة جلوس حول النبي عليه الصلاة والسلام وكأن على رؤوسنا الطير، أي من شدة الصمت والانتباه، وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به الأرض. كان النبي عنده عود ينكت به الأرض، فرفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، كرر ذلك مرتين أو ثلاثا، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، هذا في لحظة الوفاة، في لحظة الوفاة قبل أن ينتقل إلى التقسيم وقبل ذلك، في لحظة الوفاة في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، أي انتهى
أمر ذلك الشخص ما وصلت لحظة الوفاة ولن يعود إلى الدنيا مستحيل، وهو ذاهب إلى الآخرة وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة أي الرائحة حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج بالتغوث روح المؤمن فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء يعني تخرج بسهولة كما تسيل القطرة من في السقاء تنزل المطر ثم كاين السقاء وتأتي قطرات فتأتي فتنزل بسرعة وبسهولة فتلك الروح الطيبة تخرج كذلك كما تخرج بسهولة كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها الملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين تلك الملائكة التي كانت تجلس منه عن بعد مد البصر تخيل المسافة ثم يأخذونها في لحظة يأخذونها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها أي يأخذوا تلك الروح فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها ولهذا تجد الإنسان عند موته وعند مفارقة الروح عندما تخرج الروح من الجسد تجد البصر دائما شاخصا إلى السماء لماذا؟ لأنه يتبع تلك الروح التي صعدت بها الملائكة فتجد بصره شاخصا إلى السماء ينظر إلى السماء فيتبع تلك الروح فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون السماوات عندها أبواب لا يستطيع أحد أن يدخل من سماء إلى سماء أو يخترق السماء مستحيل فيستفتحون أن يطلبوا أن يفتح لهم فيستفتحون فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها ملائكة أخرى تصعد مع تلك الروح حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة إلى السماء السابعة فيقول تعالى ذكره وجل جلاله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين في عليين في أعلى الدرجات اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فانتبه لا يستطيع أحد أن يعيش خارج كوكب هذه الأرض كما نعيش الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الأرض نموت فيها نقبر فيها ومنها نبعث تارة أخرى يخرجنا الله تبارك وتعالى مرة أخرى كما أحيانا أول مرة فيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى جسده وفي أحاديث زيادة أخرى أنه سيسأل يعني الملكين وكنا ذكرنا هذا في الأسئلة
القبر فيسأل، أما الكافر فلا يجيب فيضرب فيسمعه كل شيء إلا الجن والإنس. فالبهائم تسمع عذاب القبر ولكنها لا تستطيع أن تفصح لنا، لا تستطيع. أما الجن والإنس فلا يسمعون عذاب القبر. أيها المباركون، تلك عبد، تلك روح المؤمن، وقد سمعتم كيف تكون رحلتها من خروجها من الجسد أو قبل خروجها من الجسد وخروجها بسهولة، ثم تنتقل إلى السماء وتفتح لها الأبواب وتستقبل بكرامة، ثم تعاد إلى جسدها في قبره. أما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح أي ألياف من النار، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة. قلنا ذكرنا في بداية الخطبة في تلك اللحظة تنكشف الأقنعة، إن كنت صالحا أو طالحا، إن كنت طيبا أو خبيثا، في هذه اللحظة تكشف الأقنعة. فيقول: أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي. تهرب تلك الروح، تتفرق في الجسد، فتفرق في جسده فينتزعها بقوة، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلل. توضع السفود في صوف مبلل ثم أخرجه، سوف ترى صعوبة الأمر. هنا تعرف صعوبة الأمر. أعطى هذا المثال حتى يقرب الصورة كيف تخرج تلك الروح الخبيثة بقوة تنتزع. فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك النسور، ويخرج منها كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا فيستفتح. يطلبون أن تفتح لهم الأبواب حتى يمروا بها إلى السماء التي تليها حتى يصلوا إلى السماء السابعة. يطلبون أن تفتح لهم الأبواب، فلا تفتح لهم الأبواب، فلا تفتح لهم الأبواب، حتى السماء الأولى يطلبون فلا تفتح لهم الأبواب. وعندها قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا لن يحدث أبدا. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا، يرمونها، تطرح روحه طرحا. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام من سورة الحج: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، وفي قراءة تخطفه، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح من مكان سحيق، من مكان عال ترمي بها الريح تلك الروح الخبيثة لتعاد إلى ذلك الجسد الخبيث. أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فتعاد إلى تلك، إلى ذلك الجسد حتى يسأل في قبره. وقيل في روايات أخرى:
لما لا يستطيع الإجابة عن تلك الأسئلة التي لم يعش عليها في الدنيا، من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، كل هذا يقول ها لا أدري لا أدري، فيضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب من النار وينظر إلى النار في ذلك في تلك الحياة البرزخية. أما المؤمن وأما الكافر هذا فيفتح له باب من النار فيأتيه من ريحها وسمومها تلك الوهج، فيبقى كذلك في برزخه إلى أن يبعثه الله تبارك وتعالى أو يبعث عباده يوم القيامة. أما الروح روح المؤمن فيكون في قبره ولا يحس بطول المدة، كم مضى من الوقت منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا، كم من شخص مؤمن ولي صالح مات، أكثر من 1000 سنة وهو في تلك الحياة البرزخية، 1000 سنة لا تستطيع أن تتخيلها. نحن نعيش 60-70-80 سنة، ماذا هذه 60 أو 70 في أمام 1000 سنة؟ تخيل 1000 سنة وهو في تلك الحياة البرزخية منعم، تلك الروح منعمة، وتمر على المؤمن كالوقت الذي يمر بين العصر والمغرب فقط لا يحس بها. أما الكافر فسيحس بتلك المدة وهو يرى النار عن في نافذة يراها ويأتيه من سمومها، تلك ذلك عذاب القبر والعياذ بالله. نستفيد من هذا الحديث أن عذاب القبر ثابت بالصحيح من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا كرامة المؤمن عند رب العالمين وكيف تستقبله الملائكة، كما ترى ذل وهوان الكافر الذي تكبر عن عبادة الله تبارك وتعالى واتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فقوبل الذل في وفاته أو حتى قبل خروج روحه، ومن هنا تبدأ معاناته إلى أن يبعث الله تبارك وتعالى فيفصل بين العباد، فالمؤمن إلى الجنة أما الكافر إلى النار، فريقين فقط، فريق في الجنة وفريق في السعير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. أما بعد، شيخ مجنون، on a évoqué vendredi dernier un sujet qui est la mort subite. La mort subite, que on a dit que c'est un des signes de la fin des temps, un des signes de la fin des temps. Mais au moment de la mort, il se passe des choses. Au moment de la mort, il se passe des choses. Cette âme que personne connaît sa réalité, comment elle est? L'âme qui est à notre intérieur, comment elle est? Personne ne sait sa réalité. Qu'est-ce qui se passe? Où elle va au moment de la mort? Comment ça se passe? Cela, on le trouve dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, rapporté par un des grands compagnons qui s'appelle Al-Bara ibn Azim, ridwanullahi alayhi. Il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, a expliqué en détail ce qui se passe lors de la mort. Al-Bara ibn Azim a dit: nous étions à l'enterrement d'un homme parmi les Ansar,
Les Ansar, c'est ceux qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Il y a les Muhajirin, les immigrés, ceux qui sont partis de Mecca, et les Ansar, ceux qui ont accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. On les appelle les Ansar. Le prophète alayhi salatu wassalam vint à nous, il s'assit et nous assigne autour de lui. Nous avions l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y avait un silence absolu. Et personne ne bougeait. Les compagnons qui étaient assis autour du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est ça qu'on devait apprendre également, qu'au moment d'un enterrement dans un cimetière, on devait être en silence et méditer sur tout ce qui se passe en l'enterrement et tout ça. C'est pas à discuter. Des fois, on discute des choses de dunya alors qu'on est dans un endroit où on devait être en silence. Les compagnons, il a dit, nous avions l'impression d'avoir des oiseaux sur nos têtes. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tenait une baguette dans sa main avec laquelle il creusait le sol. Il leva alors la tête et dit, je cherche refuge auprès d'Allah, ou chercher refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Il a répété cela à 3 reprises. Chers musulmans, puis il dit, au moment où le croyant se sépare de ce bas monde et se dirige vers l'au-delà, des anges au visage clair, comme le soleil, descendent avec un linceul et un parfum du paradis. Ils s'installent à la limite de son champ visuel. Imagine, le champ visuel, c'est loin. Il y a des anges qui vont s'installer à cet endroit. Puis l'ange de la mort vient s'asseoir près de sa tête et dit, ô âme heureuse, sors vers le pardon et la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est l'âme du croyant, du mu'min. Alors cette âme, elle sortira alors comme de l'eau, des gouttes d'eau qui coulent d'un réservoir. C'est-à-dire elle coule facilement. Et cette âme, elle répond à l'appel de l'ange de la mort et elle sort d'une manière très facile. Ou vers le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala et la satisfaction de son Seigneur. Elle sortira alors comme de l'eau, on l'a dit, l'ange de la mort la recueillera et les autres anges, ceux qui étaient assis, les autres anges, nous ne lui laisserons pas un seul instant. Ils la prendront dans le linceul, puis la parfumeront. Elle en sortira avec la meilleure odeur de musc qui ait existé sur terre. Ils monteront avec cette âme aux cieux. Les portes des cieux lui seront ouvertes. Parce que il y a 7 ciels. À chaque ciel, il y a des portes. Personne ne peut dépasser. Personne. Même les anges. Ils ne peuvent pas dépasser ses portes si on ne l'autorise pas. Ils ne peuvent pas. Alors ils demandent qu'ils rentrent déjà au premier ciel et demandent la permission. Donc les portes des cieux lui seront ouvertes. Les anges de chaque ciel l'accompagneront jusqu'au ciel suivant. Elle en sera de même pour les autres cieux. À chaque fois qu'ils passeront à côté d'un groupe d'anges, ces anges diront, quelle est cette bonne âme? Ils répondront, c'est un tel, fils d'un tel, en le nommant par le plus beau des noms qu'il avait dans ce bas monde. On l'appelle par le plus beau des noms qu'il aimait dans ce bas monde. Jusqu'à ce qu'elle arrive au 7e ciel. Puis le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah dit, inscrivez sur le registre de mon serviteur
العلم الدين. العلم الدين c'est l'endroit le plus haut du paradis. Ensuite, ramenez-le sur terre. C'est de la terre que je l'ai créée et c'est à elle que je les renvoie et c'est d'elle que je les ferai sortir une autre fois. Ça veut dire, dans ce hadith, on peut comprendre également que sur cette terre, on doit vivre. Et sur cette terre, on va mourir. Et dans cette terre, on va être enterré. Et depuis cette terre, on va être ressuscité. Tu ne peux pas aller vivre, tu ne peux pas aller vivre ailleurs. Allah, il dit, Minha khalaqnahum, de cette terre, on a été créé. Et vers cette terre, ils vont être enterrés dans cette terre. Et depuis cette terre, ils vont être ressuscités une autre fois. Dans cette âme, elle revient, les anges la ramènent et elle revient dans le corps et après c'est l'enterrement. Il y a notre hadith qui dit comment ça se passe dans la tombe. Des questions, on a déjà cité cela. Puis le prophète alayhi salat wa salam dit dans le reste du hadith, quand on est croyant, au moment où il se séparera de ce bas monde, il se dirigera vers le-delà. Des anges au visage sombre descendent du ciel avec un linceul de feu et un parfum de l'enfer. Ils se positionneront à la limite de son champ visuel. Alors l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira « Ô âme affreuse, malveillante, sors vers le mécontentement et la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son âme se dispersera dans tout son corps. Elle s'enfuit. Elle s'enfuit dans le corps. Elle se disperse dans le corps. Il la tirera à force. Il la tirera comme on tire la broche de la laine trempée. Peut essayer une branche et mets-le dans l'aile trempée, vous allez voir comment c'est difficile à le tirer. Après que l'ange de la mort l'ait recueilli, les autres anges ne la lui laisseront pas un seul instant. Ils la prendront et la mettront dans le linceul de feu et le parfum de l'enfer. Elle en sortira en dégageant l'odeur du cadavre.